اهلا بكم من جديد، والحديث متواصل عن استعدادات فريق النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، لكن الحدث الابرز اليوم والعنوان الذي تصدر المواقع والعناوين الصحفيه هو اختيار واعلان التشكيل النهائي للجهاز الفني لفريق النادي الاهلي واكتمال الصوره بالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي والذي سيقود تدريبات الفريق بدءا من الغد خلال الفتره القادمه والاستعداد للموسم القادم، حيث اعلن الاهلي اليوم التشكيل الكامل للجهاز الفني والاداري والطبي لفريق كره القدم، وعلق لجنه الكره برئاسه الكابتن محمود الخطيب تشكيل الجهاز الفني والاداري والطبي وجاء على النحو سامي أمصان مدرب مساعد في الجهاز الفني، وتم اختيار مصطفى كمال مدرب لحراس المرمى، مايكل ليندمان مدرب للأحمال، وحسين عبد الدايم مساعد مدرب للأحمال، وسام صفوت محلل الأداء والفيديو، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول، وخالد محمود دكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي، وأحمد حسن مترجم مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون. إذن أعلن لجنة الكرة التشكيل النهائي للجهاز الفني بدءا من المدير الفني وجميع الاختصاصات والاستراتيجية المتعلقة بالجهاز الفني خلال الفترة القادمة، ويبدأ الفريق تدريباته ويستأنف تدريباته بعد انتهاء أجازة العيد، حيث يبدأ غدا الاثنين تدريبات تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون كمدير فني جديد لفريق النادي الأهلي، حيث أن الجهاز الفني كان قد منح اللاعبين راحة سلبية للاحتفال مع أسرهم وزويهم بعيد الفطر المبارك، ويدرس الجهاز الفني إقامة معسكر بالأسكندرية يتخلله مباريات ودية، حيث يستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامة هذه المباراة يوم 17 من شهر يوليو القادم في استاد برج العرب. النادي الأهلي كان خلال الفترة الأخيرة خلال أجازة العيد كان هناك راحة سلبية لعدد من اللاعبين، وبالتالي بعد أجازة العيد هناك مرحلة ثانية، ولكن تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون يقود فريق النادي الأهلي خلال الأيام القادمة والفترة القادمة من معسكر مغلق بالتأكيد هيتم الترتيب ليه خلال الساعات القادمة، وعندما يتم الإعلان الرسمي بالتأكيد عن اختياركم بكل التفاصيل المتعلقة بمعسكر النادي الأهلي وعدد المباريات الودية ومن الفرق التي سيتم مواجهتها استعدادا للموسم الجديد، في ظل أن المرحلة الثانية من الإعداد البدني إذن الفريق دخل في مرحلة الجد استعدادا للبطولة الأفريقية، في ظل أيضا بعد إعلان التشكيل الفني بالكامل. باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الأهلي عندما تولى المسؤولية في الأسبوع الماضي بدأ مشاهدة مباريات الفرق التي سيواجهها الأهلي في البطولة الأفريقية، وحرص كارتيرون على مشاهدة ثلاث مباريات كاملة للأهلي من أجل دراسة طريقة لعب مجموعة اللاعبين والتحضير لمباراة تاونشيب بطل بوتسوانا. شاهد كارتيرون مباراتي الأهلي في دور المجموعات أمام الترجي التونسي في برج العرب ولقاء كامبالا الأوغندي في أوغندا والتي خسرها الأهلي بثنائية نظيفة. حرص كارتيرون أيضا على مشاهدة مباراة الأخيرة والتي قادها أحمد أيوب المدرب العام بعد قبول اعتذار حسام البدري عن الاستمرار في المهمة. كارتيرون حرصه على متابعة أيضا هذه المباراة، المباراة الأخيرة في الدوري العام، لأنه هذه المباراة شهدت مشاركة عدد من اللاعبين لم يكونوا متواجدين في التشكيلة الأساسية في المباريات الأفريقية أو حتى في مباريات الدوري العام، وبالتالي مشاهدته لمباراتي دوري الأبطال أفريقيا أمام الترجي وأمام كامبالا سيتي مع متابعة أيضا مباراة المصري هتديله الصورة بشكل كبير أنه يشوف أداء اللاعبين ومشاركة كل اللاعبين في هذه المباراة، لا سيما ان مباراة المصري شهدت تألق احمد حمدي وصلاح محسن بشكل كبير جدا. في ظل ايضا هناك عدد لاعبين دوليين بيشاركوا في الفترة الأخيرة في كأس العالم ما بين لاعبي النادي الأهلي مع منتخبنا الوطني وعلي معلول نجم المنتخب التونسي، الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي اطمأن على حالة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق بعدما ظهرت تقارير أن اللاعب قد يغيب عن المباراة الأولى لتونس أمام إنجلترا غدا الاثنين في الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم بروسيا. كان علي معلول قد تعرض لإصابة في لقاء تونس الودي أمام أسبانيا الأسبوع الماضي، لكن مسؤولي الأهلي اطمأنوا على اللاعب وقدرته على المشاركة مع المنتخب التونسي في لقاء إنجلترا. من ناحيته قال علي معلول إنه وبقية لاعبي الفريق التونسي جاهزون تماما لمباراتهم المقررة بعد غد الاثنين أمام نظير في الجولة الأولى
قاعد البدلاء، المهم أن جميع اللاعبين جاهزون. علي معلول خلال الفترة الأخيرة ما كانش بيشارك في التدريبات وكان اتعرض لإصابة في هذه المباراة الودية أمام أسبانيا، وذهبت تقارير أن احتمالية غياب علي معلول عن مباريات المنتخب التونسي كانت كبيرة جدا، والتقارير في الصحافة التونسية ركزت وتحدثت عن هذه النقطة بشكل كبير، لدرجة أن البعض ذهب إلى أنه في حالة عدم مشاركة علي معلول في التدريبات الأخيرة استعدادا لإنجلترا سيتم استبعاده، وبالتالي من خلال تقرير طبي قبل أولى المباريات ب 24 ساعة سيتم دخول لاعب آخر. جهاز الفاز الفني للنادي الأهلي في ظل حرصه على متابعة كل اللاعبين أجرى اتصال بعلي معلول واطمأن على حالته وتأكد مشاركته مع المنتخب التونسي والذي يقوده نبيل معلول. نتمنى التوفيق يا رب للمنتخب التونسي ويكون صاحب انتصار، أول انتصار عربي في كأس العالم، في ظل أن كل مباريات المجموعة الأولى الفرق الأفريقية والعربية لم تحظى بأي نصيب من النقاط ولم تحرز أي أهداف أو حتى تفوز بالمباريات الأولى في دوري المجموعات. هذه هي أخبار النادي الأهلي، لكن في ظل أن احنا طبعا بنعيش أيام جميلة، عيد الفطر المبارك، النادي الأهلي كان لديه استعدادات خاصة وكان هناك احتفالات